يا هلا ومرحبا بالمفاجآت والأشياء السنعة والأشياء الحلوة. اليوم في زفاف ونسايب باقي الكمية، اليوم في مساء، اليوم في المبخر الأسود. خلكم جاهزين، أنا ما رح أعلن، ما رح أقول بنات يلا دشوا ونزل، لا، لأن لما نقول ممكن السيستم يطيح، بس أنتوا كل شوي دشوا، لما تدشون دفعات نحافظ على عدم سقوط السيستم. تخيلوا انه رح ينزل عطر مساء بسعر 30 دينار، نفس سعر اس بالضبط. اقسم بالله، شوفوا قسم اللي يوصلها العطر وتفهم بالعطور، اقسم بالله اذا ما تعرف تقيم قيمته 60 دينار. بس انا قلت لكم ما بغير النية ولا بغير التسعيرة عشان الله يبارك لي ويبارك لكم في الكوليكشن الفانز هذا اللي انا قاعد اسوي. اللي تطول مساء واللي تصيد مساء خشي. شوفوا لو انا منكم اقول اخذي 4-5 واستعمليهم، خشي اخذي واحد وخشي استخدميه بالقطارة، لانه عطر مو عادي، عطر مو عادي. الله يخليكم بنات، شوفوا الكمية انا ايش كثر مسويتها، مسوية حق الشعب الخليجي، بس شوي شوي تكود ما بي، هو مو تموين، تكود ما بي. أنا قاعد أبيعك وأنا أقولش أخذي واحد، لأن أبي أكبر شريحة ممكنة. أرجع وأقول نفس كل سيناريو، أنا هذا عطر فانز مو عطر عشان أنتوا تاجرون فيه، أبي متابعيني اللي يحبوني يجربون أنا شنو متنقصت لهم. انا راح انزل لاين عطور ولاين عطور تسعير عاديه، ولكن هذا الكوليكشن كوليكشن فانز، ما بي منا مربح، يا دوب طرق راس المال. بس انا بيكم يعني ابي استانس كذي. اقسم بالله ترى ما عندي له العطر، كان عندي واحد وخذاه مني بوتيكات ودار الطيب يبلي واحد ثاني، بس ترى انا ما عندي هم، انا مو مكوده، لان لو باخذ 5-6 اقول لا خلي 5-6 من متابعين يستفيدون بالعطر، بعدين أنا ذيك الساعة خلي بوتيكات ولا دار الطيب يعبولي بوميتين ملي. هذا عطر الشتاء القادم، اللون، البوكس، الاسم، حتى الفونت ينن، يعني شو أقول لكم، استمتعوا. وراح ينزل بعد، وصلت لنا كمية من المبخر الأسود، راح يكون موجود أونلاين، أوه وزفاف ونسايب. يعني أنا هلشت مدلعتكم، أنا عن نفسي ما راح أعلن ولا راح أقول دش البوتيك، أنتوا خلكم كذي بعد ساعة ونص تحوسون بالبوتيك، يعني مو الحين نطروا كذي ساعة ونص، بعد ساعتين دش البوتيك وسووا عليه هجوم. أو مقدما اللي تاخذ العطر تدز لي صورته بس يوصل وتدز لي رايها، أبي حطي رايك على الصورة، أبي أنزل رأيكم. كم مرة أقول لكم يمكن أنا بالغ بعطوري وأقول إن أنا وميت عليهم لأن أنا ذوقي وأنا مسويتهم، بس يعني يمكن لما يوصلكم ما يكون نفس ذوقكم. كتبي ذوقك بكل أمانة ورح أنزل أذواقكم كلها.